ننتقل الآن مشاهدين على الهواء مباشرة إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ختام تدريبات درع الخليج المشترك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الكلام وقبل عرض رجال المهام، نبدأ بآيات من كتاب رب الأنام يرتلها القارئ المقدم إبراهيم بن فهيد العتيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد، ضيوف المملكة العربية السعودية من الأشقاء والأصدقاء، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمقامكم سيدي وضيوفكم الكرام في ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد في ميدان ميادين الفخر والعزة والبطولة، وفي أرض تسامى ثراها بثوابت الدين وأركان الشريعة. سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحفل الكريم، يتشرف الآن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ليلقي كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية أيده الله، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف إصالةً عن نفسي ونيابةً عن القوات المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد
أن أعبر عن اعتزازنا العالي بتشريفكم سيدي وضيوفكم وصحبكم الكرام في هذا اليوم المبارك، يوم اختتام فعاليات تمرين درع الخليج المشترك واحد الذي نفذ في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بناء على توجيهكم الكريم بالحرص الدائم على التعاون البناء لما فيه الخير على كافة الأصعدة ومنها المجال العسكري، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله. سيدي، يأتي تمرين درع الخليج المشترك واحد امتداد لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال التي تهدف إلى تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة بكافة أفرعها في التعامل مع كافة المخاطر والاحتمالات المهددة لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من مستوى الاستعداد القتالي. سيدي، إن البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيداً بعد أن أطل الإرهاب المؤدلج برأسه، وهو الخطر الذي يداهم العالم بوجود دول وأنظمة وأحزاب ترعاه وتدعمه وتؤوي أعضاءه وقياداته، وتلعب دوراً خطيراً يقوم على التعصب المذهبي المقيت. وقد أدركت المملكة العربية السعودية تحولات البيئة الاستراتيجية ونوايا الأعداء، فتصدت لذلك بحزم وقادت تحالفاً عسكرياً لإعادة الشرعية لليمن الشقيق والتصدي للأنشطة الهدامة التي تقودها قوى الشر والظلام لاختطافه وجعله جزءاً من أحلامهم. وشكلت تحالفاً عسكرياً إسلامياً لمكافحة الإرهاب ومركزاً للحرب الفكرية، وأسست لمبادئ أصبحت عالمية لمكافحة الإرهاب ترتكز على محاربته فكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً. سيدي، إن تاريخنا مشرف تجاه الإنسانية، فبلادنا تمد يد العون لدول العالم وشعوبه دون منا، ويأتي في طليعة ذلك جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك دعم المملكة للمنظمات الأممية المعنية بالمجال الإنساني. سيدي، لقد كان لتمرين درع الخليج المشترك واحد وفرضياته بالغ الأثر في اكتساب المزيد من الخبرات لكافة القوات المشاركة وفي كل المجالات العملياتية والتكتيكية، وظهر جلياً الاحترافية في التنسيق والتخطيط والتنفيذ المشترك. واسمحوا لي سيدي بتقديم الشكر لكافة المشاركين من قادة ومخططين ومشرفين ومنفذين لما بذلوه من جهود متواصلة وهمة عالية لتحقيق أعلى درجات الاحتراف، منوهاً بما قامت به الجهات الحكومية من دعم وتفاعل مع المجهود العسكري قبل وأثناء التمرين. وفي الختام، أتقدم سيدي لمقامكم الكريم ولأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بالشكر والعرفان على التشريف والرعاية، كما أتقدم بالشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على التوجيه والدعم والإشراف المباشر، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والرخاء على دولنا جميعاً، وأن يحل السلام على العالم أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحفل الكريم، أمامكم الآن ضابط الميدان يقوم بتحديد اتجاه الشمال ومعالم الميدان. أولاً، اتجاه الشمال لميدان العرض. القرية الساحلية. القرية الحديثة. جزيرة الخير واحد. مرفأ الصيادين.
منشأة صناعية، جزيرة الخير 2، ومركز حرس الحدود. سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحضور الكريم، اللواء طيار الركن سعد بن محمد عليان الشهراني رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة ورئيس هيئة السيطرة على التمرين يستأذنكم لبدء فعاليات المناورة الختامية. سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أدام الله عزكم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، على أرض السلام ومرابع الكرام، السلام عليكم من رب الأنام. 25 دولة يشارك نخبة من أبناء قواتها المسلحة إخوانهم وزملائهم في مملكة الخير فنون التخطيط ومراحل التدريب وأساليب التقييم برًا وبحرًا وجوًا. جمعتهم مقاصد الأمن ودفعتهم نوايا الخير ووحدتهم أهداف السلام، أطلقوا للإبداع عنانا وأوجدوا للتكامل مكانا وحددوا للتنسيق منهجًا وزمانا وسعوا دائرة الخير والمحبة فضاقت دائرة الشر والمسبة. وها هو العدو البائس لا يستجيب لمطالبات المجتمع الدولي، مما دعاه إلى استخدام صواريخ بالستية تهدد أمن وسلامة بلادنا ومصالحنا الحيوية والاقتصادية وتهدد أجواءنا، فتصدى لها شهاب القوة والنصر قوات الدفاع الجوي. وبناءً عليه قامت قوات درع الخليج الجوية بتحديد منصات إطلاق الصواريخ البالستية ونفذت ضربات استراتيجية ضد أهداف مختارة في عمق قوات العدو. وعليه قام العدو بتنفيذ هجوم بواسطة زوارق بحرية سريعة لضرب أهداف حيوية ساحلية والتسلل لها، وتصدت لها قوات درع الخليج البحرية ونفذت ضربات مدمرة ضد قوات العدو في عرض البحر والمياه الاقتصادية، حيث تؤكد منظومة الاستطلاع والمراقبة محاولة العدو البائس التسلل إلى جزيرتي الخير 1 والخير 2، والذي قامت قوات حرس الحدود البحرية بالتعامل مع العناصر المتسللة. والآن يا سيدي يبدأ نخبة من المشاركين في تمرين درع الخليج المشترك 1 لتقديم مشهداً دفاعياً عن حماية الحدود العصية من خلال قوات مشتركة أبية تحلق من خلالها صقور الجو الجارحة، معلنة بدء المناورة الختامية. أمركم سيدي. يا طائر السعد حلق واملأ فضى الأرض زينة، في الشرق أطيار شؤم منها الروابي حزينة، يا طيف بالنور أشرق وانشر نسيم السكينة، الدار شرع وعدل والله يرعى السفينة والله يحمي السفينة. ستتقدم بعد قليل من على يسار ويمين المنصة متجهة باتجاه الشمال مقاتلات القوات الجوية لدرع الخليج المشترك 1 لتنفيذ الإسناد الجوي التكتيكي
متمثلاً بعمليات التحريم ضد النسق الثاني من الزوارق المعادية لتدميرها ومنعها من الاقتراب أو القيام بأي عمليات عسكرية على سواحلنا. هناك تنسيق دائم ومستمر بين قوات درع الخليج الجوية على تعدد أنواعها ومهامها وقوات دفاعنا الجوي المشترك بكافة تخصصاته في رصد الأهداف الجوية والأرضية والتعامل معها بكل احترافية دون التعارض أو الازدواجية في الأداء، محققة بذلك أعلى درجات التنسيق. وها هي من على يسار المنصة طائرات التورنيدو الهجومية تشن هجومها الأول على الأهداف المعادية. أثناء ذلك تقوم طائرات الاستطلاع الجوي والطائرات الدفاعية جو-جو بأعمالها من حيث التأكد من عدم وجود أي تهديد جوي محتمل قد يؤثر على سير المناورات الجوية في منطقة العمليات. وها هي طائراتنا المقاتلة تصيب الأهداف. وستشاهدون تزامناً مع هذا القصف المهيب تحرك إسناد قوات حرس الحدود والذي يعتبر خط التماس الأول مواجهاً أي عدوان على حدود وسواحل وطننا الغالي. هذه الزوارق المعادية تحاول شن هجومها ولكن لا تستطيع ذلك. ومن على يسار المنصة أيضاً دخول طائرات F-15S متعددة المهام لشن هجومها الثاني. وستقوم طائراتنا المقاتلة وتزامناً مع كل عملية قصف أرضي باستخدام الشعلات الحرارية وصفائح التشويش تفادياً لأي دفاعات أرضية محتملة قد تكون مصاحبة لعمليات تسلل عناصر العدو. ويتم التعامل مع هذه الزوارق المعادية وتسللات العدو بأحدث القنابل الموجهة والدقيقة في إصابتها. وها هي تتقدم من على يسار المنصة وحدات من قطاع حرس الحدود لتنفيذ مهمتها وتقديم الدعم للمراكز والنقاط المنتشرة على طول الساحل ضمن مفهوم واضح للتعامل مع هذه العمليات والتي يتم التدرب عليها من قبل رجال حرس الحدود. ومن على يمين المنصة تشاهدون الآن ضربة جوية أخرى. إن قوات درع الخليج الجوية تقوم بمهاجمة أهداف خطط لها بعناية لتدمير العدو. ولا زال قوات حرس الحدود تتقدم من جهة اليسار وشن هجومها على القوارب المتسللة من يسار المنصة. إن دور القوات الجوية في هذه المناورة هو الاستطلاع الجوي التكتيكي والقيام بعمليات الإسناد والإمداد للقوات السطحية وعمليات البحث والإنقاذ ونقل القوات المحمولة جوا. وها هي تشن هجومها من على يمين المنصة. ويرافق هذه المنظومات القتالية الجوية والتي تمكنت من تأدية مهامها التكتيكية على الوجه المطلوب عدد من العمليات المساندة لها كالاستطلاع الجوي والإنذار المبكر المحمول جوا وعمليات التزود بالوقود والنقل الجوي. وكما تشاهدون الآن من على يسار المنصة تسلل زوارق العدو. بعد أن تلقى العدو ضربات جوية مدمرة على جزيرة الخير الأولى
ها هو العدو الآن يحاول التسلل إلى جزيرة الخير الثانية، ولكن أبطال المدفعية المذهلون يواجهون تلك المحاولات بكل صرامة وقوة، ويقفون في وجه العناصر المعادية ويتصدون لها. وتحاول زوارق العدو التقدم عبر المحور الأيسر من أجل القيام بعملية الإبرار على المنشآت الصناعية وكذلك المراكز الحدودية على الساحل. وهذه الزوارق المعادية مهما حاولت الوصول إلى هذه الأرض الأبية فسوف تقف عاجزة مردوعة عن ذلك. وتكمل وحدات المدفعية أدوارها القتالية عبر نيرانها المخططة، نيرانها غير المباشرة تحت الطلب. ولا تزال زوارق العدو تحاول التقدم إلى شواطئنا. وتستمر مدفعية قوات درع الخليج المشترك الشامخة بكثافة نيرانها العنيفة في تحقيق أهدافها من خلال رماية مصادر النيران وإسكاتها وإيقاف تقدم عناصر العدو وتشتيتها، وتواصل تنفيذ مهامها بكل دقة وكفاءة. وتستمر رمايات المدفعية وتتمكن بفضل الله تعالى ثم بكفاءة منسوبيها من تشتيت تقدم قوات العدو التي تحاول التسلل إلى الشاطئ ومنعها. ولا تزال تستمر هجمات القوات المعادية من خلال رمايات الهاون. وها هي القوات الجوية تقوم بمهامها. يستميت العدو في محاولاته من خلال الزج بالقوة الرئيسية لجزيرة الخير واحد بالرغم من السيطرة الجوية لقواتنا. والخطة اقتضت ترك العدو يتقدم لرأس الجسر وقيامه بعملية إبرار وإيجاد منطقة قتل لتدمير أكبر ما يمكن من قواته. وبالفعل ها هو يقع في المصيدة ويتحقق ما تم التخطيط له. ويتم توجيه الطائرات الهجومية لقوات درع الخليج الجوية لشن غارة جوية أخرى تقدمتها كما رأيتم طائرات فا-15 متعددة المهام التابعة للمملكة العربية السعودية. تحمل مجموعة من القنابل الموجهة بدقة متناهية، وتكون قادرة على القصف من ارتفاعات عالية ومنخفضة كما تشاهدون. وها هو العدو اليائس بهاويناته مستمراً في الرمي. ومن على يمين المنصة لا زالت مدافع الهاوي للعدو بالاستمرار. وهذه الغارة الجوية التالية من طائرات التايفون الحديثة متعددة المهام التابعة للمملكة العربية السعودية، والتي اتخذت مراكز قيادات دفاعات العدو هدفاً لها. وتستمر مراكز حرس الحدود بالرماية على طلايا عناصر العدو ومحاولة اكتشاف قدراته وحجم قواته. وها هو العدو الذي لم يتمكن بقواته الكبيرة المهاجمة من الوصول إلى الشاطئ الأيسر، ولم تتمكن أي من قواته على الشاطئ يقوم بالالتفاف على الشاطئ الأيمن محاولاً التسلل إلى الساحل. وتستمر رمايات المدفعية لصد العدو وإسكاته، وتستمر هاونات العدو في استهداف قواتنا. وفي أثناء ذلك استطاعت بعض عناصر العدو من التسلل عبر الزوارق إلى القرية الساحلية، وعندها سيكون للقوات الأخرى
أدوارها المحددة والتي تتمثل في العمليات القتالية. وكما تشاهدون الآن لا يزال العدو يواصل رماية الهاون على قواتنا، وترد عليه وحدات المدفعية بكل شراسة. ويواجه العدو البائس أنظمة المدفعية الفعالة فائقة التأثير، والتي تقوم بالسيطرة على المعركة من خلال تدميرها. وفي أثناء ذلك تستطيع بعض عناصر العدو من التسلل والوصول بالزوارق إلى القرى الساحلية، وعندها ستواصل قواتنا مهمتها في الدفاع عن الساحل. وتتمثل في العمليات القتالية التي تم التخطيط لها والتحديد المهام القتالية المناسبة لها، فيما يستمر العدو في رماية الهاونات واستهداف قواتنا. وتستمر وحدات الدفاع الساحلي من حرس الحدود بعمليات مواجهة العدو، وضمن المفهوم العملياتي لحرس الحدود الانتقال إلى المواقع البديلة بعد أن قدموا بمواقفهم البطولية صموداً كبيراً في مواجهة العدو. وها هي تقوم بتسليم المعركة إلى قوات الإسناد والدعم، وتلتحق مع القوات البرية المختلطة استعداداً للمعركة الدفاعية الحاسمة. وكما تشاهدون قوات حرس الحدود تستمر في عملية تسليم المعركة للقوات البرية المختلطة من قوات درع الخليج المشترك. ولا يزال العدو في محاولات يائسة عبر هاوناته يستهدف قواتنا. وتستمر وحدات القوات البرية المختلطة بحماس رجالها في مواجهة العدو وصده وصد تحركاته. وكما تشاهدون الآن من على يسار المنصة موجة أخرى لقواتنا الجوية الباسلة استكمالاً وتناسقاً مع عمل باقي أفرع القوات المسلحة. ها هي تشن هجومها من على يسار المنصة، تتقدمها طائرات التورنيدو الهجومية التابعة للمملكة العربية السعودية، والتي اتخذت ارتال العدو الشمالية هدفا لها. يتزامن ذلك مع تحرك قوات الدفاع الساحلي. هذا النوع من الطائرات متميز في الطيران المنخفض، والذي يمكنها من تفادي اكتشافها من قبل رادارات العدو، وتحمل كذلك قنابل صاروخية موجهة عن بعد ودقيقة. يليها التشكيل من طائرات فا-18 التابعة لدولة الكويت، وهدفها في هذه الحملة هو مراكز اتصال العدو، قاطعة بذلك جميع اتصالات العدو بين أفراده ومعداته. وسيليها تشكيل من طائرات فا-16 التابعة لجمهورية مصر العربية، وتشكيل آخر من طائرات JF-17 التابعة للجمهورية الباكستانية الإسلامية. ومن على يسار المنصة تتقدم الأرتال الآن. ها هي أرتال قوات درع الخليج البرية المختلطة من يسار المنصة عبر محاور التقدم لاحتلال مواقعها وتنفيذ عمليات الدفاع الساحلي لتدمير زوارق العدو ومنعها من القيام بعمليات الإبرار على الساحل.
وتقوم وحدات الدفاع الساحلي بالاشتباك مع العدو وخوض غمار معركة الثبات وحماية الأرض والمقدرات عبر أرتال القوات البرية المختلطة ومهاجمة طائرات القوات الجوية لقوات درع الخليج المشترك، وتنفيذ عمليات الدفاع وفق سيطرة متقنة على أعلى المعايير بين كافة القوات الجوية والبحرية والبرية. وتستمر وحدات المدفعية بتكثيف الرماية وهي تصل العدو بنيرانها ولا ينقطع لظاها عن عناصر العدو المتسللة على ساحل أرضنا. كما أن هذا الدفاع الساحلي وهذا النوع من العمليات يحتاج إلى توحيد الجهد والقيادة ودقة التنسيق وتزامن التنفيذ من خلال القوات المشتركة كي تحقق النصر. وتستمر الهجمات الجوية من على يسار المنصة، تشكيل من طائرات F-16 الصقر المقاتل التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حددت الجهة الجنوبية للعدو وما بقي من أرتاله ومخازن ذخيرته هدفاً لها. هذه المخازن التي اتخذها العدو كمستودعات إمدادية للأسلحة والمؤن العسكرية. ويختتم هذه الحملة الجوية طائرات من ميراج 2000 من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ركزت على سفن الأمداد والتموين للعدو. وتواصل أرتال القوات البرية المختلطة بالتعامل مع عناصر العدو لصده وكسر تحركاته. سمر السواعد قد أعدوا عدة للطامعين قذائف النيران. ها هم هؤلاء الأبطال يذودون عن تراب هذا الوطن بكل ما أوتوا من قوة، ويقدمون دفاعات صامدة في وجه العدوان. وتستمر أرتال القوات البرية المختلطة بالدفاع بما لديها من منظومات متعددة التسليح والمهام، وبما تفخر به من عناصر مؤمنة صادقة عالية الهمة والتدريب. ويستمر الدفاع الساحلي بالاشتباك مع العدو وخوض غمار الحرب والثبات. وتستمر قوات الدفاع الساحلي بتدمير زوارق العدو وتدمير عناصره المتقدمة. ولا تزال وحدات المدفعية بكثافة نيرانها العالية تصل العدو بنيرانها وتوقف تحركاته وتدمر عناصره. وها هي وحدات البرية تنفذ رمايات مباشرة على عناصر العدو. وتستمر المدفعية والنيران المباشرة أيضاً بحماس رجالها وقوة نيرانها بكسر تحركات عناصر العدو. وها هي قذائف المدفعية تدوي نيرانها في منطقة العمليات. تقوم القوات البرية المختلطة من يمين ويسار المنصة عبر محاور التقدم لتنفيذ عمليات التطويق البري المزدوج الداخلي والخارجي. وتقوم القوات البحرية المختلطة من قوات درع الخليج المشترك عن يمين المنصة بمطاردة زوارق العدو المتسللة وتفجير عدد منها والتعامل معها. وتقوم بعمل طوق بحري بمساندة حوامات حرس الحدود، وذلك لتطويق عناصر العدو. ويتزامن ذلك مع أرتال القوات البرية المختلطة من يمين ويسار المنصة، حيث تقوم بالطوق الداخلي
الذي يسهل عمليات الاقتحام على الأراضي من خلال أبطال القوات الخاصة، وتواصل القوات البحرية في إحكام الطوق الخارجي والداخلي على قوات العدو وحجبها عن أي قوات مساندة لها، وتنفذ القوات البرية الطوق الخارجي والذي يمنع هروب عناصر العدو ومنع أي دعم خارجي لهذه العناصر. وها هي القوات البحرية والقوات البرية تواصل طوق الأمن الداخلي، وهي تحمل أبطال المشاة البحرية ليقوموا بمهامهم القتالية على الساحل والسيطرة على تحركات عناصر العدو. عن يسار المنصة تشاهدون طائرات الأباتشي الهجومية تقوم بالهجوم ومساندة القوات الأرضية، وتشاهدون عن يمين المنصة تعامل طائرات سوبر بوما مع العناصر المعادية في جزيرة الخير رقم 1 لتدمير هذه العناصر ومنعها من الهروب، وذلك باستهداف كامل المنطقة بوابل من القذائف الصاروخية والهجمات التي تضمن تغطية منطقة العمليات بالنيران. وطائرات الأباتشي عن يسار المنصة، هذه الطائرات الهجومية بقدراتها فائقة التسليح، إنها نيران الجحيم كما يحلو وصفها، وذلك لتعدد منظومة أسلحتها وقوة تأثيرها وتحقيقها قوة الصدمة ومفاجأة عناصر العدو في جزيرة الخير رقم 2. وهذه الطائرات العمودية المهاجمة ذات ردود أفعال سريعة بإمكانها أن تهاجم العدو من مسافات قريبة أو في العمق، بحيث تكون قادرة على التدمير والإخلال بقوات العدو والقتال بضراوة في جميع الظروف المناخية. كما أن الطائرات العمودية المشاركة مسلحة بصواريخ خارقة ومدمرة، وطائرات الأباتشي قادرة على الصمود في مواجهات عنيفة، حيث تستطيع الاستمرار في العمل حتى بعد الإصابة بطلقات مباشرة من نيران العدو. وتشن طائرات السوبر بوما هجماتها العنيفة على أهدافها المحددة. تشاهدون عن يمين المنصة تقدم ودخول قوات الحسم وقوات المشاة البحرية، وتواصل أدوارها الفعالة وهي تقوم بعمليات اكتشاف الأهداف البحرية وتقوم بمهاجمتها وتدميرها، بالإضافة إلى قيامها بعمليات الإسناد الناري القريب. وتقوم الحوامات حرس الحدود بعمل طوق أمني داخلي، وهي تحمل رجال المشاة البحرية ليقوموا بمهامهم على الساحل. ولا تزال طائرات الأباتشي وطائرات السوبر بوما تنفذ مهامها وتحقيق أهدافها. وها أنتم تسمعون رمايات الأباتشي على الأهداف المحددة. وتستمر هذه الطائرات في صد العدو وكسر قواته من خلال ما تتمتع به هذه الطائرات من كفاءة عالية وصد لقوات العدو. وتتزامن مع نزول رجال المشاة البحرية وأبطال المشاة البحرية على الساحل، وها هم مشاة القوات البحرية المختلطة يخوضون هذه المعركة بكل قوة وصرامة. لسان حالهم: للمعتدي صرنا جحيما لافحا وندين للمعروف بالعرفان.
هؤلاء البواسل يهيئون الفرصة للقوات التي سوف تقوم بمهمات الاقتحام في وطرد العدو، وتستمر طائرات الأباتشي والسوبر بوما ورجال المشاة أبطال قوات المشاة بالدفاع عن القرية الساحلية والتعامل مع العدو. تنفذ طائرات الأباتشي تكتيكها في دحر العدو وصده، وها أنتم تشاهدون رمايات الأباتشي على أهدافها. وتستمر أرتال المشاة والآليات المدرعة في صد العدو ولا تزال تحلق طائرات الأباتشي لتنفيذ هجماتها القتالية، وهي تؤدي تكتيكات المناورة، وتستمر الطائرات العمودية في إنجاز أهدافها حسب الأولوية وحسب نوع الهدف ومدى خطورته. وتستمر قواتنا في عمليات التطويق الداخلي والخارجي لتضييق الخناق على العدو. وتواصل أرتال القوات البرية المختلطة المهاجمة لصد العناصر المعادية، بحيث تتمركز الآليات وتأمين مخارج ومداخل المنطقة. وتقوم الآن الطائرات بالتحرك من منطقة العمليات مستعدة للانتقال إلى مهام أخرى لاحقة. تستمر القوات البرية بتنفيذ الأعمال والمهام التي تم التخطيط لها بكل دقة في أوامر العمليات، وتغادر الآن الطائرات العمودية للقيام بأعمال أخرى وأهداف أخرى لاحقة. تشاهدون من عن يمين المنصة تقدم ودخول قوات الحسم القوات الخاصة، يسبقها طيران الأباتشي لتأمين المنطقة من أي تهديد خارجي، وحماية دخول طائرات الاقتحام إلى منطقة الهدف، وبمرافقة طائرتين من نوع بلاك هوك. يتمركز قناصون من القوات الخاصة للتعامل مع الأهداف الخارجية داخل القرية، وتأمين وصول عناصر الاقتحام الأرضي والجوي. عن يمين المنصة يقوم القناصون من على الطائرات بتأمين دخول طائرات السوبر بوما، وتأمين عملية الإنزال بالحبال والاقتحام الجوي المساند للاقتحام الأرضي. وبعد مغادرة طائرات الإنزال السوبر بوما منطقة الهدف، حيث تقوم عناصر القناصة من على الطائرات بمراقبة القرية بالكامل والتعامل السريع مع أي هدف قد يشكل تهديد على عناصر قواتنا المقتحمة، وتسهل دخول الطائرات للمهام اللاحقة والتأكد من عدم استهدافها أثناء عملية إخلاء المنطقة. وتقوم قوات الاقتحام الأرضية والجوية باقتحام الهدف بشكل تزامني ووفق الخطة المناسبة لهذا الاقتحام، وتتعامل عناصر الاقتحام الأرضي مع الأهداف المحددة لها مع دخول الاقتحام الجوي على الأهداف المحددة باستخدام عملية النزول السريع بالحبال والتعامل مع الأهداف.
وها هم رجال القوات الخاصة سوف يقومون بالنزول عبر الحبال من الطائرات، ويواصل القناصون مهمتهم من على طائرات بلاك هوك لحماية هؤلاء الرجال أثناء نزولهم في منطقة العمليات. وتستمر طائرة الأباتشي في تقديم الحماية اللازمة لهذه العملية. وتتقدم فرق الاقتحام الأرضية للوصول إلى مناطق العمليات والهدف، بالتزامن مع وصول عدد طائرتين عموديتين من نوع سوبر بوما قامت بالإنزال السريع على الحبال. وكما هو معلوم لدى الجميع بأن هذا النوع من الحروب لا تحبذه الجيوش النظامية، والذي يحتاج إلى إجراءات قيادية دقيقة. وتتحرك الآن الطائرات من الموقع لكي لا يتم استهدافها. تستمر قواتنا في الدفاع الساحلي من اليسار مع خروج هذه الطائرات منطقة العمليات لقيامها بمهام لاحقة في المستقبل. وتحتاج هذه العمليات إلى تنسيق فائق النظير كي تتمكن القوات المقتحمة من تحقيق الهدف بأقل خسائر ممكنة، وبفضل من الله بأن هؤلاء الأشاوس يتلقون تدريبهم على مهارات القتال في المناطق المبنية وحرب المدن والقتال في المناطق الساحلية. ولا يزال رجال القوات الخاصة القناصة من على الطائرات يواصلون عمليات الإسناد وتذليل الصعاب. وتقوم الطائرات العمودية مرة أخرى للقيام بعمليات انتشال لعناصر الاقتحام والأسرى بواسطة منصة الانتشال وحبل الانتشال، وذلك لنقلهم إلى منطقة آمنة. بعد نجاح عمليات الاقتحام وتطهير القريتين الساحلية والحديثة وتطهير كافة المباني والتأكد من خلوها من أي عنصر معادي والقيام بأسر قائد عناصر التسلل ليقوموا بنقله إلى مواقع آمنة، ها أنتم تشاهدون عن يسار المنصة أرتال القوات البرية المختلطة من يسار المنصة تتجه إلى الجزيرة لتطهيرها من العناصر المعادية، وتواصل المهمة والإجهاز على فلول العدو وتطبيق مهارات الحرب الغير نظامية وتطهير المباني بناء على خطط مدروسة لتلافي مؤثرات وتعقيدات مهمة التطهير. وتدافع القوات البرية المختلطة بكل قوة عن هذه الأراضي، ولا تزال قوات الاقتحام تنفذ تكتيكات عالية الدقة، وكما أنتم تشاهدون الآن كما هو متوقع قام العدو بإطلاق قذيفة تحتوي على مواد كيماوية غازات سامة على المنشأة الصناعية والتي تشاهدونها أمامكم، مما نتج عنها تلوث المنشأة والمناطق المحيطة لها. وتشاهدون الآن عودة فرق الاقتحام للقيام بمهام قتالية أخرى، ويغادرون منطقة العمليات بعد أن نفذوا مهمة من أصعب المهام القتالية، ويقوموا بنقل قائد عناصر العدو والمتسللين بواسطة طائرات السوبر بوما. وكما هو متوقع في إطلاق قذيفة سامة تتحرك سرية الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وها هي عن يسار المنصة سرية الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل تقوم بالتحرك إلى منطقة التلوث،
وفي مقدمتها عناصر استطلاع مجهزة بأعلى مستويات الكشف، وتم رفع حالة الإنذار ورفع مستوى الوقاية وإطلاق سافرات الإنذار. تتقدمها عربات الاستطلاع الفوكس ذات القدرة العالية والأجهزة المتطورة، حيث تمتلك القوات المشتركة أنواعها الأربعة: استطلاع وقيادة وإسعاف وناقلة أفراد، ولها القدرة على البقاء داخل المنطقة الملوثة بفضل نظام الضغط الزائد. وتشاهدون الآن عن يسار المنصة دخول احتياطي من الدبابات والآليات المدرعة للقيام بمهام الاحتياط ومساندة القوات البرية المختلطة من قوات درع الخليج المشترك. هذه دروع العز تبذل دائماً دون العقيدة غالية الأثماني، تاريخها يحكي مآثر أمة سادت قروناً سالف الأزمان. وتستمر عمليات التطهير، حيث يرافق عربات الفوكس عربة الإسعاف المزودة بأطقمها الصحية لنقل المصابين بالتلوث إلى محطات التطهير. وتتحرك الآن عربات التطهير المتمثلة بعربة التطهير المتطورة والأحدث، وهي مزودة بأحدث أجهزة التطهير للأفراد والعربات والمعدات والأراضي. في وقت وجيز يتم تطهير المصاب في وقت لا يتجاوز 5 دقائق، كما أنها مصحوبة بجهاز التطهير متعدد الاستخدامات لتفتيت العوالق من التلوث وإذابة السوائل الكيماوية والمتساقطات العالقة. والآن تتم مرحلة التطهير الأولي من خلال إنشاء محطات سريعة لتطهير العربات، ويتزامن مع عمليات التطهير هبوط طائرات الإخلاء الطبي إلى المناطق التي يتواجد فيها عدد من المصابين نتيجة القصف الكيماوي، وحتى يتم وصولها يقوم عناصر القوات المشتركة بمهمتهم الأولى وبمحاولة الإسعاف الأولي في الخط الأول للمصابين. وها هي تقوم الآن طائرات الإخلاء الطبي ذات السرعة والاستجابة بالتواجد في الموقع المحدد لنقل المصاب، بحيث يسهل نقل المصاب عبر سلسلة الإخلاء الطبي والمتعارف عليها. ويتواكب ذلك مع ما تقدمه عربة الإسعاف المزودة بأطقمها الصحية لنقل المصابين بالتلوث إلى محطات التطهير. وتشاهدون الآن عدداً من الإجراءات الضرورية والتي يستخدمها عناصر التطهير، حيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يحدث أي خلل طبي أو تكتيكي في مثل هذه الحالات. قبل نقل المصاب إلى طائرة الإخلاء الطبي يتم التأكد منه، ومن ثم نقله إلى المواقع الآمنة بحسب سلسلة الإخلاء الطبي. وتستمر وحدات التطهير في تطهير التلوث للأفراد والمعدات والأراضي من خلال وضع نقاط فرز الحالات المصابة، ويتم بعد ذلك إنشاء ملجأ لانتقال قواتنا إليه في حال تسرب التلوث إلى مناطق أخرى. وها هي تغادر الآن منطقة العمليات لإخلاء المصاب. خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحضور الكريم، ها قد رسمت القوات المشتركة لكافة الدول المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك 1 من الدول الشقيقة والصديقة لوحة معبرة عن قدراتهم الفائقة في صد العدوان وحفظ الحدود واستتباب الأمن
وأثبتوا أن هذه القوات مجتمعة تواكب الحدث ولديها سرعة التنسيق، وها هي راية المملكة العربية السعودية ترفرف خفاقة على هذه الأرض العصية على كل معتد تسول له نفسه الاعتداء على تراب هذا الوطن الغالي. سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحضور الكريم، القوات المشتركة للدول المشاركة في هذه المناورة الختامية بعد أن أدوا هذه المهمة بكفاءة وتنسيق مميز، يقوم الآن بإعادة تشكيلاتهم لينفذوا بعد قليل عرضاً عسكرياً للأفراد والمعدات، بعد أن تدرب هؤلاء الرجال على العمليات المشتركة طوال الفترة الماضية والتي سبقت هذا اليوم، وكانت حافلة بالجد وتكثيف التدريب في مراكز القيادة والعمليات والتمارين الميدانية، وقد اشتملت على العديد من البرامج التدريبية من المحاضرات والأمسيات التعليمية والزيارات، ومنها زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة لأكثر من 1000 مشارك في هذا التمرين. أنتم تشاهدون من أمام المنصة عودة القوات لعمل العرض العسكري بعد قليل، سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيها الحضور الكريم، أتقدم الآن قائد طابور العرض العسكري للاستئذان من مقامكم الكريم في بدء العرض العسكري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العميد الركن حسن بن صالح الشهري، قائد طابور العرض العسكري للوحدات المشاركة بتمرين درع الخليج المشترك 1، أستأذنكم سيدي في بدء العرض العسكري. أمركم سيدي. الوحدات الرمزية المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك 1 تستعرض عادة سر. سيدي خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها الحفل الكريم، هنا في هذه الأرض المباركة، أرض العلم والإيمان، ومنبع النور والأمن والأمان، وتكريم الإنسان، بلد الحزم والعزم، 25 دولة داعية للحق، راعية للسلام، في هذا اللقاء الرائع، حيث الأخوة والصداقة على أروع معاني الإنسانية، ردع العدوان ونشر المحبة والسلام، حفظ الحقوق وازدهار التنمية، هي النتائج المرجوة من هذه الفعاليات في هذه المناورات. ها هو علم الدولة الخفاق يشق طريقه بعز وشموخ وإباء، ليمر من أمامكم حاملا شعار التوحيد والعقيدة السمحة، والتي تستقي منها قواتنا المسلحة عقيدتها الصحيحة ومنهجها القويم ونبراس نصرها وسلامها. تليه رايات دول اجتمعت على الخير في بلد الخير لدعم الأمن والسلام والتعاون والتكاتف والتعاضد، جمهورية القمر المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية تركيا، جمهورية تشاد، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، سلطنة عمان، جمهورية غامبيا الإسلامية، جمهورية غينيا، دولة قطر، دولة الكويت، مملكة اتحاد ماليزيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المتحدة، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية. ستظل رايتك الوحيدة في السماء، ما طأطأت في مأتم أو في عنا، ستظل يا وطني كرايتك التي لا تنحني في شدة أو في رخاء. تتقدم هذه التشكيلات القوات البرية الملكية السعودية، وهم يخطون خطوات واثقة نحو التقدم والتطور والنماء، وهم يرفعون أيادي الجد والمثابرة، يمدونها عهدا عليهم وولاء منهم ألا يتخاذلوا عن شيء من مسؤولياتهم. تليها وبأرواح مقاتلة مشرئبة بحب وطنها وحدة الرمزية من أبطال القوات الجوية الملكية السعودية، الصقور الجارحة، صواعق السماء، من جميع التخصصات الفنية، ومن خلفهم أبطال مساندون بمختلف المجالات العملياتية والأمنية، يعملون يدا بيد بجد وإخلاص لتحقيق هدف واحد، أن يدفعوا بالطائرات إلى السماء. القوات البحرية، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة، قوة تعمل في البحر والبر والجو، في البحر لها قطع بحرية بمختلف البهام والأحجام والتسليح، وفي البر لها رجال يعملون ويخططون، وفي الجو لها مروحيات
تساهم في مساندة القوات الجوية في مهامها وعملياتها البحرية. قوات الدفاع الجوي يستعرض أمامكم الآن يا سيدي مجموعة رمزية من أبطال قوات الدفاع الجوي، حراس أجواء المملكة من كل عدوان آثم، عيونهم تراقب سماء الوطن. حرس الحدود، حماة الحدود والعين الساهرة في صون الثغور وحمايتها، أولئك الصامدون على حدود وطننا الغالي، فهم بكل فخر واعتزاز يحتسبون أنهم العين التي باتت تحرس في سبيل الله. وزارة الحرس الوطني، رجال المواقف والذائدون عن ثرى هذا الوطن بكل غال ونفيس، المدافعون عنه بكل بسالة وشجاعة، وهم يحرسون أنقى بقاع الأرض وأطهرها. في خليج الخير كنه يوم عيد، المشاعر كلها قدر وسلامة، والله إنه عندنا يوم سعيد، شارك الأردن وصلونا النشامة. ويمر من أمامكم الآن كوكبة من نشام المملكة الأردنية الهاشمية. يا أهل الإمارات الأباة الشامخين، في حبكم ما نسمع اللي يبغضون، إن كانكم والله واحد من اثنين، إما بوسط القلب ولا في العيون. يستعرض أمامكم الآن أبناء الإمارات العربية المتحدة، إمارات العطاء والتقدم. وهؤلاء نخبة من أبطال جمهورية باكستان الإسلامية، أرض حضارة وادي السند، وهم نخبة من المحترفين في بنائهم البدني واللياقي، والمتميزين في تخطيطهم الاحترافي والعسكري. بعيوننا البحرين مطيب فالها، دار الكرامة والمحبة والسعد، فن القيادة والريادة نالها، محبوب شعبه قائد النهضة حمد. وها هم أبناء مملكة البحرين الشقيقة، لؤلؤة الخليج العربي، المبدعون في جدهم واجتهادهم، بلد الإرث والحضارة، القوات المسلحة التركية التي شرعت منذ وقت طويل في برنامج تحديث شامل لقواتها العسكرية حتى أصبحت متكاملة على نحو متزايد. جمهورية تشاد ذات الموروث الثقافي الإفريقي المميز، همزة وصل بين دول إفريقيا، وتمتلك قوات عسكرية مميزة في وحداتها وتضامنها. هؤلاء الأبطال هم من جمهورية جيبوتي، الدولة العربية في القرن الإفريقي، حيث سطرت لها مواقف دائمة وعضويتها المستمرة في العديد من المنظمات العربية والإسلامية. وتشاهدون أمامكم مجموعة رمزية من رجال القوات المسلحة لجمهورية جامبيا الإسلامية، من أعرق دول الغرب الإفريقي، وهي إحدى الدول الإسلامية التي لها مواقفها المشرفة في وحدة الصف واجتماع الكلمة. جمهورية غينيا شعارها الوطني عمل وعدل وإخاء، وفيها تتعدد اللغات واللهجات والثقافات، وتتفق السياسات والانتماءات، وتبني مجدها ووطنها. منا لأبطال العبور تحية، الدين يجمعنا بكم والخندق، إن الجهود إذا توحد شملها فالنصر إن شاء الإله محقق. هم رجال الجيش المصري يتقدمون بخطى واثقة، متوشحون بأوسمة النصر، ومتسلحون بالخبرة والكفاءة القتالية العالية. القوات الخاصة نالوا أقصى التدريبات وأقواها وأشملها وأعلاها، عملهم خلف خطوط العدو، ينفذون مهامهم ليلا ونهارا،
برا وبحرا وجوا. والآن يا خادم الحرمين الشريفين سوف يمر من أمام مقامكم وأشاوس القوات الخاصة البحرية وأسود وحدات المظليين والقوات الخاصة من قواتنا البرية، وهم يتدفقون عنفوانا وحماسا ويطرقون بأقدامهم القوية أبواب البطولة والتضحية. شباب طامح للفوز للأمجاد نهاب، شديد بأسه حر له في الحرب أنياب، فنون الحرب أتقنها قدير الفعل حراب. ثم تليها مجموعة رمزية لأبطال القوات الخاصة السودانية، أنعم بسمران السواعد موقفا، أهل المروءة والأمانة والصفا، سنقول للسودان سر جهرا أو خفا، أنتم صناديد الأخوة والوفا. الرجال الصناديد وحوش الحرب وعنوان الصبر، قتالهم ذو بأس شديد وروحهم تعانق سحاب النصر. القوات الخاصة الكويتية على ضفاف خليجنا يا كاظمة، تاريخ مجدك والمآثر قائمة، يا درة مصيونة برجالها من الأذى والشر تبقى سالمة. البارعون في تذليل الصعاب والمؤهلون بأهم الدورات العنيفة. عرض الآليات والمعدات المتحرك. هذه المنظومة المتكاملة في أبعادها هي العقد الفريد، والتي تعمل دائما في تناغم وتميز وتعاون محترف مع منظومات التسليح للدول المشاركة في تمرين درع الخليج المشترك واحد. تمر من أمامكم كوكبة من الآليات العسكرية، والتي تمثل مجموعات رمزية لما تشمل عليه قواتنا المسلحة من قدرات فائقة التسليح، وكذلك عددا من آليات ومعدات بعض الدول الشقيقة المشاركة في هذا التمرين. معدات وآليات القوات البرية الملكية السعودية الركيزة الأساسية على مر التاريخ، وهي الدعامة الرئيسية لمسيرة النصر في قواتنا المسلحة، والتي تمتاز بكفاءة ضباطها وأفرادها، فهم المدربون بكل كفاءة واقتدار على ترسانة متطورة من الأسلحة القتالية. إنهم نخبة عالية الهمة من الضباط والأفراد، موشحون بسلاح الطموح وسلاح الصبر والإرادة، مدربون بكفاءة عالية على أعلى المعايير القياسية. إن هؤلاء المذهلون في نشاطهم وكفاءتهم، المبدعون في عطائهم المنتظم الدقيق، يعشقون دوي المدافع وصواريخ الرادمات، ويذهلون الأعداء بقوة الضرب وحسمهم للمعارك. سلاحهم القوي مصدر ثباتهم، تدمير العدو وتشكيلاته مصدر ثقتهم، قوتهم وسرعتهم مصدر عزهم وافتخارهم. تمر من أمامكم الآن يا سيدي معدات وآليات القوات البحرية مختلفة المهام والتسليح والأحجام والأنظمة، يتقدمها مدرعة مدولبة خفيفة الحركة تستطيع المناورة بكل سهولة، ولها عدة أنواع تستخدمها مشاة البحرية في مناوراتها العملياتية، يليها عربة الإزالة التابعة لوحدة الأمن البحرية الخاصة مجهزة لمهام إزالة المتفجرات، يليها عربة الأكمات عربة قتالية تستخدم للاستطلاع وتنفيذ مهام القوات الخاصة، تليها زوارق العمليات الخاصة تستخدم للمهمات الخاصة السريعة والاشتباك مع أي زورق بحري وتسهيل مهام الاقتحام وعمليات مكافحة الإرهاب. يمر من أمامكم الآن نظام صواريخ باتريوت، وهو أحد أنظمة الدفاع الجوي مضاد للطائرات والصواريخ معا، ويعتبر من أكثر الأنظمة كفاءة وفعالية. يليه نظام صواريخ هوك، أحد أنظمة الدفاع الجوي متوسط المدى، له القدرة على اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية المعادية والتعامل ضد التشويش الإلكتروني.
يليه نظام صواريخ شاهين، أحد أنظمة الدفاع الجوي، سلاح قصير المدى مضاد للأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا، يتميز بدقة التدمير وكثافته. يليه نظام المدفعية 35 مضاد للطائرات، سلاح يتعامل مع الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا. يستعرض من أمامكم سيدي هذا السلاح بقدراته العالية التي تحتوي على رادار متطور يقوم بعمليات البحث والتتبع. وزارة الحرس الوطني، ها أنتم الآن تشاهدون عدداً من آليات ومعدات وزارة الحرس الوطني، والتي تعد أحد أهم القوات العسكرية السعودية والمشاركة بفعالية عالية مع مهام وزارة الدفاع أثناء الحرب ومساندة وزارة الداخلية، وهي اليوم تفخر بجاهزيتها القتالية وكفاءة منسوبيها وقدراتهم العسكرية في تأدية واجبهم الوطني في كل زمان ومكان. إن وزارة الحرس الوطني تعمل بتفان وإخلاص في سبيل تطوير الحرس الوطني على أحدث التجهيزات والمعدات العسكرية، وبتفوق وتميز للضباط والأفراد العاملين على هذه المنظومات الحديثة. ها هم يستعرضون من أمامكم بعزم الرجال وفدائية الأبطال، ويسطرون للعالم أجمل عبارات التميز في فنون الحرب وشراسة المقاتل العنيد. قوات حرس الحدود، ها أنتم ترون عدداً من آليات ومركبات حرس الحدود، أولئك الرجال الذين بعطائهم وتضحياتهم جيلاً بعد جيل أصبحوا لحدودنا درعاً واقية وحصناً منيعاً لسلامة الوطن والمواطنين. تحتوي آليات حرس الحدود على مدرعات خفيفة الحركة ذات قدرات عالية على المناورة، مزودة بأحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة، وكذلك عربات مخصصة لنقل الجلود والإخلاء، وعربات التدخل السريع، كما تحتوي على زوارق الاقتحام، والتي تستخدم في إسناد عمليات مكافحة الإرهاب البحري وحماية المرافق البحرية. كما تحتوي على كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء القادرة على الكشف الأحداث ليلاً ونهاراً، بالإضافة إلى عربة الاستطلاع SRV من العربات المتطورة، والتي انضمت حديثاً ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لحماية الحدود. في هذه اللحظات تمر آليات مشاركة من مملكة البحرين الشقيقة، والتي يعمل عليها نخبة من الضباط والأفراد المقاتلين بكفاءة وتميز. إنما تشهده هذه القوات من عمليات تطويرية ليجعلها قادرة على تنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية أمنها واستقرارها، كما أنها لا تتوقف عملية التدريب والتأهيل المستمر على كافة الأسلحة في داخل مملكة البحرين وخارجها. لقد أسهم هذا التأهيل بعون الله في تحقيق أهدافه المتمثلة في حفظ الحدود وأمن الوطن والمواطن. الإمارات العربية المتحدة، تمر من أمامكم الآن مجموعة رمزية من الآليات العسكرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بتطورها وتقدمها المستمر في جودة التسليح وتأهيل الكوادر المتدربة على العديد من المنظومات التسليحية الحديثة وبصناعتهم الوطنية المتميزة. دولة الكويت، ها هم أبناء الكويت الذي يقدم أبطاله البواسل أنموذجاً فريداً للعمل الوطني والعطاء الجاد بكل صدق وإخلاص،
والذين يحافظون بكل حرص على أمن الكويت الحبيبة، ويدعمون قدراتها على توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبها ومواطنيها. وفي نهاية هذا العقد الفريد من الآليات والمعدات الأرضية، تشاهدون المستشفى الميداني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الملكية السعودية. وفي لوحة جميلة تزين السماء وتزرع الشموخ في أرض العطاء، يبدأ العرض الجوي بعد قليل بدخول أسراب من صقور تمرين درع الخليج المشترك واحد. وها هي طائرة الكينج إير تدخل من على يسار المنصة لعمل المسح الجوي والاستئذان لبدء العرض الجوي. ومن أمام المنصة مباشرة دخول أول كتلة جوية من الطائرات المقاتلة التابعة للدول المشاركة على شكل درع فوق سماء الخليج، ممثلة بذلك درع الخليج المشترك. ولهذا الدرع رقم، وهو الرقم واحد، مجموعة من الطائرات المقاتلة مشكلة الرقم واحد. يليها وفي تشكيل الألماصة مجموعة من طائرات التورنيدو الهجومية. ومن على يسار المنصة بعد قليل ستهم الكتلة الجوية بالدخول بشكل تتابعي من طائرات الإسناد، تتقدمها طائرة التزود بالوقود الحديثة MRTT، وهي من أحدث طائرات التزود بالوقود، والتي تتميز بأنها تحتوي على نوعين من هذه الأنظمة، بما يمكنها من تزويد جميع طائرات درع الخليج المشاركة بالوقود جواً وعلى جميع الارتفاعات. وها هي أمام المنصة الآن. يليها طائرة الإنذار المبكر الأواكس، وهي منظومة السيطرة المحمولة جواً لمراقبة الأجواء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً، وتستخدم للعمليات الجوية الدفاعية والهجومية على حد سواء، حيث تقوم باكتشاف الطائرات المعادية بمختلف أنواعها وعلى جميع الارتفاعات. ويليها كما تشاهدون الآن طائرة RJ، وهي طائرة مراقبة واستطلاع إلكتروني تحتوي على أحدث الأنظمة الإلكترونية، والتي تمكنها من تنفيذ مهامها بكل اقتدار. يليها كما تشاهدون الآن طائرة التزود بالوقود K3، محطة الوقود العائمة بالسماء، والتي تسمح للطائرات بالبقاء مدة أطول في الجو، مما يؤدي إلى زيادة مداها وبلوغها الأهداف في أراضي العدو. وها هي طائرة النقل C-130، تتقدم من على يسار المنصة متمثلة بعملية إسقاط مساعدات كنوع من أنواع المهام التي تقوم بها هذه القوات الباسلة، ووضوح الجانب الإنساني وشمولية الأداء في دور القوات الجوية بالسلم والحرب، وتستخدم كذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي، وتتميز بحمل المعدات والأفراد بسرعة ومرونة. ومن على يسار المنصة كذلك دخول أنواع متعددة من الطائرات العمودية، وتتقدمها الآن ثلاث طائرات من نوع أباتشي التابعة لكل من القوات البرية الملكية السعودية وقوات الحرس الوطني السعودي ودولة الكويت. المروحية الهجومية عالية التسليح ذات ردود أفعال سريعة، وبإمكانها أن تهاجم مسافات متنوعة في عمق المعركة، وتستخدم بشكل أساسي لتدمير الدبابات والعربات المصفحة. يليها تشكيل ثنائي من طائرة كوغر التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، وهي طائرة مروحية مسلحة تستخدم للعمليات البحث والإنقاذ القتالي، وبإمكاناتها وقدراتها العالية
تستطيع إنقاذ الأطقم الجوية أو الأرضية من الأراضي المعادية. ها هي تمر أمامكم الآن. وسيليها أربع طائرات من نوع سوبر بوما بنوعيها F1 وM1 التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، والتي تقوم بالعمليات القتالية ضد الأهداف البحرية وإسناد سفن قوات الدول المشاركة في عملياتها القتالية في عرض البحر، وكذلك تمرير المعلومات إلى مركز القيادة والسيطرة بالأساطيل. ومن على يسار المنصة أيضا دخول تشكيل من طائرات بلاك هوك التابعة للقوات البرية الملكية السعودية وقوات الحرس الوطني السعودي، والتي من مهامها نقل الأفراد داخل منطقة العمليات. وفي مناورة جوية حية واشتباك جوي مباشر، ستهم طائرتان بالدخول من على يمين ويسار المنصة من الخلف، طائرة التايفون وطائرة F-15C الدفاعية، لعمل ما يعرف في عالم الطيران بالاشتباك القريب. وعندما يرى كل طيار الطائرة الأخرى بالعين المجردة، ها هي الطائرتان تهم بالدخول الآن. تحدث عادة هذه الأنواع من الاشتباكات على ارتفاعات عالية لا ترى بالعين المجردة لمن هم على الأرض، ولكن في هذا اليوم تم خفض الارتفاع ليتسنى للحضور مشاهدة جزءا منه. تشاهدون الآن طائرة التايفون وهي تكسب التفوق الجوي بعد أن تمكن قائدها من وضع الطائرة الأخرى في مرمى الهدف، وفي هذه الحالة يكون قادرا على إسقاطه. تغادر الطائرتان الآن في شكل عمودي، حيث أنها تستطيع الوصول إلى ارتفاع 35,000 قدم في مدة لا تزيد عن 40 ثانية فقط. وكتكتيك جوي مقاتل للفوز بهذا الاشتباك، يحاول كل طيار وضع طائرته خلف الطائرة المعادية مستخدماً الطاقة القصوى ومتسلحاً بالعلم والمعرفة وكل ما تعلم وتدرب عليه من قبل. وبعد قليل ستهم الطائرات المقاتلة بالدخول من على يسار المنصة لأداء التحية وإعلان نهاية العرض الجوي، لتزرع في أنفسنا الإحساس بالفخر والاعتزاز عبر سهيل أصوات محركاتها النفاثة. وسيتقدمها تشكيل ثنائي من طائرات F-15S متعددة المهام هجومية ودفاعية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية. لا يخفى عليكم جميعاً الدور الكبير للقوات الجوية الفعال في أرض المعركة ومهامها المتعددة كالتحريم الجوي وكذلك الدفاعية، التي تعرف بأنها كافة الإجراءات والوسائل المعدة والمخصصة لإبطال أو تقليل فعالية العمل الجوي الهجومي المعادي. دخول الآن من على يسار المنصة طائرات F-15S متعددة المهام التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية لعمل أداء التحية أمام المنصة. ها
التشكيل التالي هو لطائرات JF-17 التابعة لجمهورية باكستان الإسلامية. تشكيل ثنائي من طائرات F-16 التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. طائرات التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية. طائرات F-18 التابعة لدولة الكويت. طائرة F-16 التابعة لجمهورية مصر العربية. التشكيل التالي تشكيل رباعي من طائرات F-15C الدفاعية التابعة للمملكة العربية السعودية. ويختتم هذا العرض بطائرات التورنيدو الهجومية، وهو التشكيل القادم من على يسار المنصة. كما تشاهدون تشكيل رباعي من طائرات التورنيدو الهجومية. سيدي خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، بالسلام الملكي تختتم فعاليات تمرين درع الخليج المشترك واحد. آملين من الله عز وجل أن يوفق قواتنا المسلحة لحماية أوطاننا، وأن يديم علينا جميعاً الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الملكي، السلام الملكي، سلام. خذ ابطأ.